مجبورين شو ما كان الولد يلي اجا نتحمل مسؤوليته. لمتابعة هالموضوع رح نتصل بزوجك السابق بالكويت اولا، بنرجع بنحكي مع عائلته ببيروت. راجي اذا سمحتوا تليفون الكويت. الو مرحبا. هلا سيد توني، كيفك؟ زافير معك من تلفزيون المستقبل، برنامج على اكيد. ايه اهلين، هلا كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله بخير. بدي احكيك بخصوص جوي والقضية يعني العلقانة بالمحاكم اليوم. بتسمح اخذ من وقتك دقيقتين؟ تفضل. اول شيء انا تعرفت على جوي اليوم وشرح له زافان تفاصيل القضية يلي بيعرفها كتير منيح السيد توني، وكان جوابه: أنا بالنسبة إلي سيد زافان ما عندي مشكلة مع جوي ولا عندي مشكلة مع أمه، هي اللي عم تعمل المشاكل. أنا إلى سنتين هي عم بتقيم الدعاوى وتتحرك، وأنا ولا محامي ولا قدرت على دعوة ولا قدرت على أي شيء من كل هالمحاكم اللي هي فتحتها. أنا مثل ما عم بفهم هلأ موضوع كتير بسيط وبينحل أمام قصص يعني مصيرية. أنتو بعدين في شغلة، في واحدة هون فلبينية اتهمتني فيها انه انا عندي بنت منها، لانه هذيك بدها فلوس، بدها مصاري، ابتزني انا على الانترنت، ما بعت لها. اخر شيء عملت فريند معها هي وصارت صورها تبعت لي هون. انا هون زعلت، وانت اللي انا طالع على الفلبين اعمل دي ان اي، اذا هذه مني انا ما اعترف فيها، واذا منش مني بدي اذبحك انت واياها. بدي اطلب منكم اثنينكم تسمحوا لي انه اتوسط بهذا الموضوع، وانا عندي كمان محامين هلا جالسين حدي، كمان بحب بانه يعني نقدر نلاقي حل بيناتكم، لانه بالنتيجه انتم كل الموضوع المسبات، كل موضوع الخلافات، كل موضوع سوء التفاهم بصير موضوع ثانوي، بصير موضوع يعني بس لك بصير موضوع ثانوي امام وضع ابنك وامام وضع انه نقدر ننقذ هيدي العائله بانه ترجعوا تعملوا يعني على القليله، اذا ما بدكم ترجعوا لبعض بس على القليله يكون في علاقه تفاهم بيناتكم بالاهتمام بموضوع ابنك. هلا حكيتها وبعدني عم بحكيها من فترة هي، وكل شغلة هي بتاخدها نيجاتيف، ما بتاخد شيء بوزيتيف. هي عملت لي بلوك على اسمي انا على مطار بيروت. نعم، لانه انت مش عم تدفع النفقة يمكن؟ انا مش عم بدفع النفقة، صح؟ نعم. طب ليه ما عم تدفع النفقة؟ لحظة، هي لي شوي يعني منه معاشه 20 دولار بالعالم، رئيس جمهورية.